السلام خوتي، مرحبا بكل متتبع قناة خوكم زكريا. مرحبا بكم في فيديو جديد. الخوت الفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله تعالى غادي يكون على الديكور ديال شاشة البلازما. كما شفت هذا جايز باغي الاخوان الكحل مع الدبي، هو باش تشينا الديكور هذا مقاد بالقمص وخلينا ظهرين هذا تقريبا في شي 20 سنتي غادي تكون فيه ديال. وغادي نديرو فيها الزواقة ديال الاخوان. الزواقة ديالنا اليوم هي هاد زواقة مليحة، شي حاجة ناضجة الخوت، عود ديال الميلامين فيه لون العود الطبيعي، في هاد الجهة بريو وهاد الجهة مات. وبالنسبة للسمك ديال العود الاخوان هو 8 المينيم ماشي 4 المينيم، وماشي لازوراي ماشي الكونتر بلاكي، هذا خشب الميلامين زيد في الثمن، ولكن شوفوا جودة الخشب كيفاش دايرة والكاليتي، شي حاجة اللي مزيانة باش الخدمة تطلع ناضجة. بحال هاد الديكور هذا خصك تخدمو بعود مليح، لا ما تزيد شوية ولا تدير حاجة مزيانة الخوت، هادشي باين بلا ما نناقشوه. كما شفتو الزواقع هي هادي، غادي نوريكم البليكسي كلاس كما شفتو الاخوان، هذا هو البليكسي باش غادي نخدمو تتجي فيها هاد الوكا هادي كما شفتوها. غادي تحفظ ليه اللمعة ديالو باش يبقى البريو غادي، ملي كتحطو كما كنبغيو تيجي داكشي دويلو. نوريكم واحد التجربة، بزاف الاخوان تيقول لي اخويا زكريا جابت على وقيت على خويا زكريا هاد البيكسي واش يمكن ليا نديرو في الديكور بلا علاج، هذا ممكن لك ديرو لو دير لوان تعطي منظر زوين كما شفتي غير راسو. الا ما بغيتي دير لنا زوان الاولين تقدر دير البيكسي كلاس كما شفت الاخوان، هو يعطيك بحال هاد النتيجة هادي ويعطيك الضوء وداكشي زوين. بزاف الاخوات تيقول لي اخويا زكريا بغي ندير البيكسي كلاس بوحدو، ها البيكسي كلاس بوحدو ورينا كيفاش. ورينا الاخوات اللي تيسولو كنتمنى يكونوا شاهدوا معنا هاد الفيديو هادا. يمكن لك ديرو بوحدو في سيركل في هذا انت والدوك اللي عجبك غير الوقت تاعو مزيان وتكون البلاصه مخدومه ليه مزيان. كيما شفتو هاد المرصو هذا الاخوان، دابا حنا غادي نخدمو على هاد الجهه البريو شفتوها والجهه الماطيه اللي غادي نلصقو عليها الفليكسي. كيما شفتو اول حاجه غادي نحتاجها الاخوان هو الكولا مونتاج فيكس. كيف قلنا الخوت دابا غادي نحتاجو الكولا مونتاج فيكس، هي الاخوان راه معروفه كولا 5 دقائق تتجف تتنشف. غادي نوريكم الطريقه عاد غادي نحطو البليكسي. دابا غادي نفيكسيو البليكسي كلاص على العود، الكولا ما تحاولش تكثريها باش ما تخرج لكش في التيكو، دير غير ضريبات كما شفتو درت شي ضريبات بحال هكا باش البليكسي يتفيكسا مع العود. كما شفتو تنقبضو البليكسي كلاص هو هذا، تنصوبو من هنا مزيان و تنحطو على البلاصة ديالو بحال هكا الخوت، تيتفيكس البيكسي كلاص مع العود مزيان. ملي كتجي هاد العملية كتخليه واحد 5 دقايق تقريبا، 5 دقايق بينما البيكسي كلاص تيشرب. هاد غادي نوريكم الطريقة الأخرى، هاد المرسو صوبناه، المرسو الآخر الإخوان نفس الطريقة. ديما كيف قلنا حنا بغينا الجهة البريو، دابا حطينا داكشي على الجهة المط، انت هنا بغينا الجهة البريو الخوت نفس الطريقة على المرسو الآخر الجهة المط كيما شتو. بالنسبة لهاديك الأولى باش ما كترتيهاش مزيان انت هي تتشرب الخوت. دابا غادي نقبضو البليكسي، هاهو الإخوان البليكسي كلاص، كتهيد ليه الميكا ديالو وتركبو مباشرة، كتقاد القطع ديالك كاملين، كتقاد القطع كاملين عاد تتبدا في التلصاق في المكان. غادي نوريكم كيفاش تبوزيو هاد الديكور هدا في المكان ديالو كيما شتو. كما شفتو بحال هكا غير هاد المرسو لي زيد شوية بسنتيم، اما هادو قد قد كما شفتو تقلبو هكا كما شفتو الاخوة بحال هكا. هكا غادي يجي في البلاف، غادي يجي بحال هكا في البلافو هنايا فين غادي يلصق تقريبا واحد 5 دقايق الخوت بين ما يشرب. وغادي نوريكم الطريقة دابا. دابا الإخوان غادي نبداو في الكولا كما شتو،
ضربات الكولا. درنا هاد السليكات هادو باش بلا ما نبقاو قابضين قابضين البياسة حتى تيبس من طنجيوها وتيبس في خاطرها. ضريبة هاد السليكات هادو تيساعدو في التلساق وكلشي. كما شفتو الإخوة تتشل هذا وتتشل هذا اللي هذا هكا. هاد السلك هذا تيعاون البياسة باش ما تبقاش شادة. كما شفتو غادي نقادو دابا الاخرى باش نجلس نجلسيو عليها الاخرى. خصك تحاول تدرب على هادي باش تخدم عليها الاخرى. المشكل الاخوان تساعدوا مع هادي وتنجروا هادي باش هاد السلك هذا تيساعدك حتى في الجوستاج تجوستي على البياسه ديالك. وتتلصق الاخر هكا. كما شفتو كما شفتو الاخوان دابا غادي نلصقو هاد الطرف الاخر من الاخر. تنزلوا ليه القياس الكولا ديالو وتندخلوا هكا المكان ديالو. كما شفتوا الاخوان الشكل النهائي ديال الديكور ديالنا هو هذا. داكشي راه داكشي زوين. اللهم بارك. هنايا كاينه طاجره طويله هنايا طاجره بالسبوت في الالوان. وهاد النيو هذا راه ار جي بي تتحكم في اللون اللي بغيتي. حنا خليناه تي سيني هكا باش تشوفوا الالوان راه فيه 10 الالوان. ولا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي معاك واحد كومونتير ولايك
بالتعاون ديالكم الاخوان، التعاون ديالكم هو اللي تيخلينا مستمرين، وكل مره تنحطوا الجديد. وكنتمنى تدعموا هذا الفيديو هذا بالبارتاج ولي لايك، وتسناو الجديد. بزاف الجديد كاين الاخوان، تسناو الجديد وتهلاو ليا فراسكم. هنا القوس الاخوان، داكشي زوين. اللهم بارك. الديكور ديالنا هو هذا. هنا كاين الصالون، هاد الصالون هذا كنا وريناكم كيفاش تخدموه من البداية حتى النهاية. هو هاد الديكور هذا وريناكم كيفاش تخدموه عليه سبوط. وهذا